بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بافضل حال. لو اول مره تشوفيني وعجبك محتوى القناه وحابه تشتركي معايا، اضغطي على كلمه اشتراك اللي لونها احمر وفعلي الجرس عشان يوصلك اي حاجه انا بنزلها. معانا النهارده يوم مختلف، الناس اللي طلبت مني الروتين بتاع الدايت. انا هعمل فطار النهارده وهنشوف اليوم هيمشي ازاي. بيه الحاجات اللي موجودة عندك في البيت، مش شرط ان انت تشتري عيش توست. اولا التوست شاكين فيه وقالوا ان هو بيتخلط بعسل فبلاش. لو عندك عيش اسمر اللي هو العيش البلدي ده طبعا يفضل. اما اللبن اللي خالي الدسم، انت ممكن تجيبي اللبن وتغليه من بالليل وتحطيه في التلاجة وتشيل الوش تاني يوم، يبقى كده خالي الدسم. ماشي، احنا مش عايزين نصعب على نفسنا الامور. فانا عندي دلوقتي هشرب دلوقتي اول حاجة كوباية مية، مش شرط ان هي تكون مغلية. هجيب بقى معلقة تانية غير دي، تحط بيها عسل. كنت حابة احط بالمعلقة دي بس يلا مش مشكلة. ومعلقة عسل، مش شرط برضو عسل، اي نوع اي نوع عسل. ماشي، مش شرط ان انتي تستخدمي عسل غالي قوي. ماشي، البرطمان ده انا بجيبه 45 جنيه. ماشي، مش عايزين نصعب على نفسنا الامور. طيب الناس اللي متحبش تشرب ميه دافيه والجو حار، عادي ممكن تاخدي ميه ساقعه، ميه عاديه خالص تستخدميها ومعاها. هنعصر عليه برضو، بصي يا حبيب قلبي، نص ليمونه او عصره ليمون، حاجه بسيطه خالص بدون اضافات، لا زنجبيل ولا قرفه ولا اي حاجه خالص. هو الميه بالعسل الدافيه وخلاص. هنشربها ماشي، وبعد ربع ساعة هناخد معاه، هناخد بقى الفطار بتاعنا، هنشوف هنفطر ايه. كده يا حبيب قلبي جبت نص كوب من اللبن وهحط عليه شوفان زي معلقتين كده كبار. ماشي، وهضيف عليهم السكر ده. ماشي، ده سكر دايت، وممكن تضيفي نص معلقة عسل. فطار بعد ربع ساعة. ماشي، انا مش هحط الكيس كله، ماشي هحط نصه كده بس يحليه. الفطار بعد ربع ساعة او نص ساعة من شرب المية بعسل. تمام، انت بقى ممكن تحطيه في الميكرويف شوية وممكن تحطيه على النار. انا هحطه على النار بس دقيقتين وبعد كده هرجع لكم تاني. كده يا حبايب قلبي خلاص، بعد ما حطيته على النار هحط ايه بقى، هحط نص معلقة قرفة، يعني حاجة بسيطة خالص. ماشي، ده اختياري يعني، القرفة اختياري. وهحط بقى الحاجات اللي انا باخدها على الفطار والزبادي زي ما انا قلت لكم، بذر كتان وحبة البركة وبذور الشيا. تمام، من كل حاجة ب5 جنيه. هضيفها كده، تضحك عليا، بيضحك عليا عشان بقول حبة البقرة. اسفة يعني، عادي. ماشي، وهضيف عليها التفاح. بصي بقى، عندك موز ممكن تضيفي موزة، ممكن تضيفي اي ثمرة فاكهة كده. ماشي، وده الفطار المتين بتاعنا. ماشي، الشوفان طبعا بيدي شبع لساعات طويلة، وطبعا الطبق ده غني جدا بالفيتامينات وكمان البروتين وفيه فوائد كتير قوي. وطبعا احنا اتكلمنا عن الفوائد بتاعت المكونات ديت وقلت لكم عليها قبل كده، فطبعا هي مهمة وضرورية جدا في موضوع الدايت.